كما أكد شكري أن مصر تقوم بكل ما في وسعها من أجل أن يكون هناك تنويع للطاقات، حيث ستتمكن مصر بحلول عام 2035 من تحقيق 42 إلى 43% فيما يتعلق بالطاقة المتجددة. نحن نقوم بكل ما في وسعنا من أجل أن يكون هنالك تنويع للطاقات، ورفعنا طموحاتنا، وبحلول عام 2035 سنتمكن من تحقيق من 42 إلى 43% فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، وهذا إنجاز تم تحقيقه خلال مدى زمني قصير. وهذا الطموح ازداد بفضل هذه التكنولوجيات، ولكن نحن هنا نقوم بنقل التكنولوجيات من أصدقائنا وشركائنا الذين يعتزمون نقل هذه التكنولوجيا، ومن أجل أن نحظى بفرصة لتوسيع طموحاتنا.